وعشان نفهم اكتر ايه اللي حصل في مركز ومدينه المحله الكبرى معانا في الاستوديو ضيوفنا الاستاذ احمد المغاوري رئيس حي اول المحله والمهندس علي عبد الستار السكرتير المساعد. بنرحب بحضراتكم، اهلا بيكم معانا في صباح الخير يا مصر. اهلا بيك يا استاذ محمد، اهلا بيك، منورين. يا اهلا بيك يا فندم. مهندس علي، عايز ابدا مع حضرتك من مشروع مهم جدا الدوله بتهتم بيه في كل المحافظات، وهو الاهتمام بإعادة تدوير القمامة وجمع المخلفات وفصلها وإعادة استخدامها وتدويرها مرة أخرى. أعتقد أن احنا كان عندنا مكان مهم جدا في المحلة لإعادة تدوير القمامة، لكنه كان محتاج تأهيل وتطوير. إيه اللي تم في هذا القطاع؟ محمد بيه، يعني أنا بداية برحب بحضرتك وبرحب بالسادة المشاهدين، مشاهدين حضرتك في كل مكان والتلفزيون المصري والقناة الأولى. احنا طبعا محافظة الغربية، أنا توليت العمل هنا في شهر واحد، في العشر الأواخر من شهر واحد، فجيت الحمد لله لقيت منظومة، لقيت محافظة الغربية بفضل الله وبفضل القيادة السياسية والعالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور محافظ الغربية، في خطة موضوعة، خطة محترمة موضوعة لتطوير منظومة النظافة على مستوى المحافظة، مش في مدينة المحلة الكبرى بس، من رفع مخلفات تراكمات تاريخية والنهوض بالحملات الميكانيكية والنهوض بالعمالة ومصانع التدوير، ويعني طفرة. محافظة الغربية سابقة، أنا اشتغلت في أكتر من محافظة على مستوى الجمهورية، لا محافظة الغربية سابقة وسابقة بخطوات عن باقي محافظات الجمهورية في المجال ده، الحمد لله بفضل ربنا. احنا يعني فيه دلوقتي المحلة كان فيها خطين، كان طاقتهم اليوميه، طاقتهم الساعه في الساعتيه كانت 30 طن ساعه الخطين دولي، تم تاهيلهم برضو هم كمان، وتم تركيب خط اسمه خط كوري، خط انتاج كوري، خط يعني عالي فائق الجوده وفائق السرعه. ده اللي من فتره كده جه الوفد كوري عشان يشوف سير العمل فيه. ايوه تمام فندم، هم الكوريين فعلا اللي جم نفذوا الخط ده، حاجه محترمه، حاجه جميله جدا. المصنع اتطور بالكامل، يعني انا مش عايز اقول مبالغ برضو عشان الناس ما تنخضش، لا الموضوع القمامه بتصرف، الدوله بتصرف عليه وبتوليه اهتمام غير عادي، لان طبعا يعني رقي البلاد وحضاراتها يعني بتتركز في ان نظيفه او مش نظيفه. لو البلد صحيح ليه تاثير كبير جدا على صحه الناس وعلى الصحه وعلى الذوق العام وعلى كل حاجه وعلى نفسيه الشباب كمان والبشر في المكان اللي ساكنين فيه. تمام يا فندم. استاذ احمد، عايز اعرف من حضرتك ايه اللي تم في تطوير العشوائيات في المحله الكبرى؟ اهلا بحضرتك والساده المشاهدين جميعا، وبشكر حضرتك على تشريفك لنا هنا في محافظه الغربيه. احنا كان عندنا اربع مناطق عشوائيه لابد من تطويرهم، تم تطويرهم كاملين. احلى ما في التطوير ان هو شامل، كله شامل، رصف، بنيه تحتيه كامله، اناره، غاز، مياه، صرف صحي، فالمواطن بيحس انه اتنقل نقله ثانيه خالص. المنطقه بتتطور كلها كامله، يعني احنا عندنا منطقه فيها 37 شارع، الشوارع الداخليه طبعا، منطقه فيها 15 شارع، منطقه فيها 14 شارع، منطقه زي سكه طنطا، صندفه، عزبه خضر، سكه المزلقان، كل دي مناطق اتطورت في المحله، المواطن حس بها، حس ان في تغيير في البلد بفضل القياده السياسيه والمتابعه من محافظ الغربيه. عظيم. باشمهندس علي، واحنا لسه بنتكلم عن تدوير القمامه، هل في متابعه مستمره لهذا المركز؟ وهنا اعني حاجه مهمه جدا، اماكن تجميع القمامه، هل في متابعه مستمره في المدينه لضمان ان يكون تجميع القمامه في الاماكن المخصصه لها من قبل المحافظه او الحي؟ محمد بيه، طبعا احنا عشان يبقى عندك منظومه نظافه محترمه لازم يتوفر ثلاث حاجات اساسيه. الأول حاجة اللي هي منظومة الجمع السكني لازم تفعل بنسبة 100%. تاني حاجة يعني مصانع التدوير وإعادة تشغيل المخلفات. وتالت حاجة اللي هي عملية الدفن الصحي، يعني الدائرة المنظومة بتاع النظافة دي لها بداية ولها نهاية، يعني بدايتها ونهايتها اترسمت معالمها، تم رسم معالمها في محافظة الغربية، ودي من أولى المحافظات على مستوى الدولة، وأنا بتكلم كلام أنا اشتغلت في أكتر من محافظة وشفت الوضع ده. محافظة الغربية متقدمة جدا في هذا المجال. احنا باقي عندنا إن شاء الله بنفعل قانون 202، قانون النظافة لسنة 2020، إن شاء الله ده هيبقى الجمع السكني، ده هيبقى هتتولاه شركات، إن كانت شركات شبابية أو شركات كبيرة تشيل موضوع الجمع السكني، وهيطلع من الجمع السكني بحيث إن المخلفات ما تمرش بمرحلة الشارع نهائي.
عظيم. ما تطورش بقى حاجه، يعني هتطلع من الوحده السكنيه مباشره على المصنع، والمصنع تتدور والريجكت او المرفوضات بعد كده اللي هي حاليا في المصانع اللي موجوده دي بتتراوح من 25 ل 30% من الكميه اللي داخله، دي بتروح المدفن الصحي. يعني احنا يبقى كده المنظومه اكتملت بدايه من الجمع السكني لغايه الدفن الامن، التخلص الامن، الدفن الامن. تمام. يعني المواطن لا يتعرض للقمامه نهائي في الشارع. طيب. يعني ان شاء الله ده خطه الدوله وخطه القياده السياسيه وتوجيهات القياده السياسيه. عظيم جدا. وبرضه السيد وزير التنميه المحليه داعم رئيسي واساسي معانا، ووزاره البيئه جهاز جهاز تنظيم المخلفات. كمان في مدينه المحله الكبرى ايه الاعمال الثانيه للتطوير اللي تمت في والله احنا لو اتكلمنا بقى على احنا عندنا مشاريع عملاقه زي مثلا كورنيش المحله الجديد. كورنيش المحله ده بطول 6 كيلو و400 متر، تم الانشاء فيه من 7 شهور على مرحلتين. اتنين، المرحله الاولى 1700 متر تم رمي الطبقه السن كامله، تم رصف الطبقه الرابطه في المرحله الاولى وتدبيش المنطقه كامله. بعد كده داخلين على المنطقه الثانيه شغالين فيها دلوقتي تدبيش، وان شاء الله يتم على شهر 11 الجاي 23 ان شاء الله. موازي له طريق شارع البحر بطول 6 كيلو، تم ده يتم على 3 مراحل. المرحله الاولى خلصت من العلو حتى الشون، دي انتهت. المرحلة الثانية من كوبري أبو علي حتى بنزيون، دي انتهت. المرحلة الثالثة وهي تطوير شون ميدان الشون. أنا بس عايز أقول لحضرتك على حاجة، إن إحنا لما بنعمل أي مشروع لابد من عمل المحاضر التنسيقية مع جميع الجهات المعنية وتركيب بلعات مطر، لأن إحنا شفنا قبل كده المحلة كانت في المطر عاملة إزاي. صحيح. لا تشوفها السنة دي والسنة اللي فاتت الحمد لله الدنيا تمام والأحسن على طول. الكورنيش برضك يعني في كمان ايه متنفس لشعب المحله وشريان حياه جديد. طبعا من اول المنطقه الصناعيه او السيده رؤية لحد الدائري اللي بيربط الدائري مرورا باكبر مصنع على مستوى العالم في الشرق الاوسط شركه مصر للغزل والنسيج. طبعا فدي حاجه كويسه والمواطن بدا يحس ان في زائد. ان احنا كمان عندنا رصف داخلي، بدأنا على المحاور الرئيسية الأول. عظيم. خدنا زي جمال عبد الناصر طول كيلو تمام في 28 متر، عبد الحي شاهين المستشار، كل دي محاور رئيسية بتودي على الطرق العملاقة اللي احنا بنعملها. وبعد كده خدنا مناطق مربعات كاملة قسمتوها، يعني شبكة رصف داخلية والاهتمام بالشوارع الداخلية حاجة مخططة ويصلها كمان أو توصلها حاجة مخططة بشكل سليم. عظيم. هو أهم حاجة في هذه المشروعات لضمان استدامتها هو التخطيط طبعا. حس ان انا مرصفش النهاردة وكسر بكرة. صحيح. ده مهم جدا عشان ما يكونش فيه هدر كمان. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ احمد المغاوي رئيس حي اول المحلة، والمهندس علي عبد الستار السكرتير المساعد. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا فندم، وشرفتنا. شكرا جزيلا.